السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو القول المطابق للواقع والحقيقة، إنه الصدق. قيمة اليوم إن شاء الله هي قيمة الصدق. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: ما من مضغة أحب إلى الله لسان صدوق، وما من مضغة أبغض عند الله من لسان كذب. وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه، أو في فضل يعمل فيه. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن هذه الآية: ولا تلبسوا الحق بالباطل، أي لا تلبسوا أو لا تخلطوا الصدق بالكذب، لأن معروف أن الصدق عكس الكذب. وللصدق عدة أوجه. أول وجه هو صدق اللسان، أن لا يقول الإنسان إلا الحق. وعشان كده اللي بيروح يشهد دايما في المحكمة لازم يقسم يمين في الأول أنه لا يقول إلا إيه؟ أنه لا يقول إلا الحق، لأن هذه الشهادة ستبنى عليها أمور كثيرة. الوجه الثاني اللي هو صدق المعاملات، لا غش ولا خداع في أي معاملة بقى، سواء إذا كانت المعاملة مالية، معاملة تجارية، بيع، شراء، أي معاملة من المعاملات لا يكون فيها غش ولا خداع، وتكون قائمة على الصدق. عشان كده في الحديث اللي رواه ابن ماجه وأورده الطبراني في المعجم الأوسط والصحاح والإمام الألباني، بيقول فيه: التاجر الأمين الصدوق المسلم مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة. يعني شوفوا منزلة التاجر قد إيه. لكن تروح تشتري منه الحاجة يقعد يحلف: والله 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 ده كده، أنا جبتها بكذا. يعني ما في داعي لهذا الكلام كله. البضاعة تبقى معروضة، واللي عاجبه شيء بياخده، زي ما بنقول يعني لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. ده بالنسبة للصدق في المعاملات. الرقم 3، الصدق في الحال، أن يكون السريرة مطابقة للعلانية، أم يكون الإنسان ظاهره مطابق لباطنه. وفي الحالة دي هيكون إنسان فعلا صادق بجد، وهيخرج عن دائرة النفاق. الحقيقة بالنسبة لأوصاف الصادقين، فأنا عندي مثلا في الآية الجامعة في سورة البقرة، وأنا بسميها الآية الجامعة لأنها جمعت كل صفات الخير أو اللي ممكن تكون في الإنسان الصادق المتقي البار، اللي هي: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. هي ربنا سبحانه وتعالى هيعدد صفات هذا الإنسان، وفي الآخر هيختم ويقول لك: أولئك الذين صدقوا. طيب احنا لو شفنا مين هم اللي صدقوا دول، هنقول اول حاجه الايمان بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين. وبعد كده: اتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. يبقى دول المنفقين اموالهم، ومعروف الجهات اللي هيتم الانفاق فيها. وبعد كده اللي هم المقيم الصلاه، وبعد كده الذين يؤتون الزكاه، والذين يوفون بعهد الله. وتكلمنا في حلقه سابقه عن الوفاء، خصوصا الوفاء بالعهد. الصابرين في البأساء والضراء، اللي هم الصابرين في حال الفقر وفي حال المرض وحين البأس، احنا قلنا حين يشتد القتال، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني دول ربنا سبحانه وتعالى خصهم بأن هم من الصادقين ومن المتقين. طب ايه تاني من صفات الصادقين؟ الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. من دول؟ الصابرين والصادقين، كما ورد في سورة آل عمران. ده بالنسبة لصفات الصادقين. الحقيقة من يعني في قصة سريعة كده، هو من القصص الأجنبية اللي بتدرس للأطفال عن قيمة الصدق. إحنا عندنا قصص في الإسلام وقصص الصحابة وقصص عظيمة جدا عن الصدق وقيمة الصدق وكيفية التطبيق في الواقع. ولكن أنا بتكلم عن القصة دي لأنها قصة مبسطة جدا، وبتترك الحقيقة بتترك أثر، وحتى بتنفع مع الكبير لو كان فيها نوع من أنواع التذكرة. قصة اللي هي The Boy Who Cried Wolf، اللي هو قصة الولد الراعي اللي هو بياخد الغنم بتاع القرية وبيطلع يرعى بيه كل يوم على قمة جبل أو هضبة أو حاجة زي كده في القرية. والولد ده كان مشاغب شوية وبيحب يكذب كتير، فقال: أنا هخدع أهل القرية وهنادي عليهم في يوم وأقول لهم إن في ذئب جاي ياكل أغنام. وبالفعل نادى على أهل القرية: في ذئب جاي ياكل اغنام، في ذئب جاي ياكل اغنام. لغايه اهل القريه ما استجابوا للنداء وراحوا فعلا ما لقوش لا ذئب ولا شيء. كرر الولد القصه للمره الثانيه بعد كام يوم، ونفس الحكايه، صدقوه اهل القريه وطلعوا لنجدته، وفي الاخر ما لقيوش في ذئب. جه المره الثالثه بالفعل خرج ذئب لهذا الولد بحيث ان هو ياخد مجموعه من الاغنام،
فقعد ينادي الطفل ويصيح ان في ذئب في ذئب، فلم يصدقه اهل القريه هذه المره لولا ان في ولد صغير شاف الواقع بالفعل وعرف ان في ذئب، فجاب اهل القريه يستنجد بيهم فعلا لانقاذ ما تبقى من الغنم يعني. وفي الاخر لما بقوله قالوا له انت اصبحت بالنسبه لنا غير مصدق لان انت كذبت علينا مرتين قبل كده. وسبحان الله هنلاقي يعني يعني حتى الاجانب اللي هم لا يدينون بدين الاسلام أسوأ شيء عندهم انك تجذب عليهم في معامله من المعاملات ده بالنسبه لهم يعني، يعني مش انت فقدوا الثقه فيك يعني، انت بالنسبه لهم كده كان جبل انهار وهم مش مسلمين ولا شيء. فالصدق الحقيقه قيمه عظيمه جدا على مستوى الانسانيه، مش حتى في الدين الاسلامي فقط ولكن على مستوى الانسانيه. ثمرة الصدق، الصدق يهدي، ان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي الى الجنة. والبر هنا يا جماعة انواع الخيرات، ليه؟ لانه هيبعد الانسان عن طريق الضلال والباطل. فدي اول حاجة ان يهدي الانسان الى الخيرات. احنا قلنا بيشعر بطمأنينة في القلب وسلامة في الصدر لانه هو انسان صادق ما عندوش حاجة هو مخبيها. وعشان كده يقول لك الاثم ما حاك في صدرك وقد كرهت ان يطلع عليه الناس، لازم تعرف ان هنا في حاجة غلط. عندي بعد كده طبعا يعني حصول محبة ربنا سبحانه وتعالى ودخول الجنات. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. دي بالنسبة لثمرة الصدق وقيمة الصدق اليوم. وأختم بقول الحق سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وإلى اللقاء في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.